اللي راح بيطعن في اعراض النساء وفي نظافه النساء. عارفين انت بتمسك بتحب يا ما بحبش حسن مبارك، كنت عارف انت كنت معانا ويا ما شدك في المظاهرات. حسن مبارك وانت مخلوع مش عارف مبارك اضربك يا مدير. مبارك اي حد يختلف معاكم يا مبارك، اي حد يختلف معاكم يا عدو، اي حد يختلف معاكم يا كافر، انتوا اللي مكذبين وكفره ومنافقين وكذبتوا علينا وكذبتوا علينا. اسكت يا اسطى حكم المرشد، يا اسطى عملاء المرشد، يا اسطى عملاء المرشد، طالما انت موافق انا احييك واتضامن معاك. اذا كان نكمل اخونا ده كان مرشح نفسه ضد جمال مبارك في الانتخابات رئاسه الجمهوريه وخمس ضربات على الطعام و26 اعتصام. مرشح نفسه كرئيس مجلس الامام مبارك. ايوه كان مرشح نفسه ضد جمال مبارك عشان تمثيل احنا يا ابني انت بتاع تمثيلات كبيره بقى، انت الممثل يا ابني، احنا كنا بنشيلك كل دوم يا ابني. معلش مش عايزين نخرج عن الموضوع بتاعك، كنا بنشيلك كل دوم يا ابني. الله ما كناش بنحوش عليك بقى، انت اللي بعتني، انت اللي دافعني، عشان عشان المؤتمر كبير، انا محتاج ساعه عشان ادخل لخطي. خلاص قعدت كلامكم عجبكم يعني؟ خلاص مشكله مش ده يا اخوانجي، يا اخوانجي، يا اخوانجي، يا عبد المبارك، يا اخوانجي، يا اخوانجي، الصحابه فين؟ الاخوان اهو، الصحابه فين؟ اسكت يا اسكت حكم المرشد، مبارك حكم المرشد. واضح ان ده يا جماعه ده كان رئيس حزب ايام مبارك، ده كان رئيس حزب ايام مبارك مرشح نفسه طبعا جمال مبارك. انا مش اخوانجي، انا عملت الصفقه ال 88 بقعه يا كتابين يا عملاء امن الدوله يا مرشدين. كل واحد معروف معروف تاريخه.